السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة حفل زفاف أسطوري للمخرج مجدي الهواري. المخرج مجدي الهواري ده يا جماعة طليق الفنانة غادة عادل. هيتجوز مين؟ هيتجوز من موديل معروفة اسمها دنيا عبد المعبود. أقول لكم تفاصيل الموضوع وتفاصيل انهيار الفنانة غادة عادل بعد ما الخبر اتعرف، وكمان اتكلم معاكم النهارده عن نقل الفنانه مديحه حمدي للمستشفى في حاله صعبه، ولغايه وقتنا هذا هم مش عارفين هي عندها ايه بالظبط. وكمان اتكلم معاكم النهارده عن الفرح اللي اتعمل في العياط، 180 حاله تسمم بسبب وجبه كلوها في الفرح. اقول لكم تفاصيل الموضوع. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا ابتدي معاكم بموضوع حفل زفاف اسطوري للمخرج مجدي الهواري. مجدي الهواري ده يا جماعه طليق الفنانه غاده عادل. بعد ما الخبر طلع، طلعت الفنانه غاده عادل برساله حزينه، طلعت وكتبت على صفحتها: انا حزينه قوي ان جوزي او طليقي هيتجوز، انا بجد ما حسيتش بالاحساس ده غير لما عرفت ان هو فعلا هيتجوز. بصوا يا جماعه هقول لكم الاول شويه تفاصيل عن الموضوع وبعد كده هقول لكم ايه الموضوع بالظبط. الفنانة غادة عادل يا جماعة اسمها غادة عادل إبراهيم، ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت في عدة كليبات لمطربين معروفين. من مواليد 25 ديسمبر 1974، عندها بالظبط 48 سنة. هي من بنغازي من ليبيا، ما اتجوزتش ولا مرة في حياتها غير من مجدي الهواري، مخلفة منه مين ومين ومين؟ بصوا مخلفة منه مريم، حمزة، عبد الله، عز الدين، محمد، يعني 5 أولاد. مجدي الهواري طبعا مخرج معروف، اتجوزوا وقعدوا مع بعض فترة كبيرة أوي، خلفوا 5 أولاد. بعد ما خلفوا الأولاد دول فجأة كده سمعنا إن هم انفصلوا، كل شوية تطلع أخبار إن هم رجعوا لبعض، شوية لا اتطلقوا، شوية رجعوا لبعض، لغاية امبارح يا جماعة لما طلع المخرج مجدي الهواري وأعلن إن هو هيتجوز من موديل معروفة وفنانة كمان اسمها دنيا عبد المعبود. بصوا أقول لكم الأول شوية تفاصيل عن دنيا دي. قدمت الستايلست دنيا عبد المعبود مؤخرا عدد من الأعمال الفنية المميزة التي جعلتها محط أنظار الجمهور بعد ظهورها في فيلم وش في وش. كمان يا جماعة مرت الستايلست دنيا عبد المعبود بتجربة الزواج من قبل، حيث تزوجت بمدير التصوير كريم أشرف وعملت معه في عدة من الأعمال، كان ما بينهم مسلسل لآخر نفس. لم يستمر زواج دنيا عبد المعبود وكريم أشرف وقرر الثنائي الانفصال إلى أنهم رزق بابنة أطلق عليها اسم تيا، والتي ظهرت في العديد من الصور مع والدتها. بصوا هي كانت متجوزة قبل كده وخلفت من زوجها اللي اسمه كريم ده بنت اسمها تيا، وبعد كده اتطلقت، يعني زيها زي المخرج مجدي الهواري، كان متجوز ومخلف 5 أولاد. بصوا بقى، يحتفل المخرج المصري مجدي الهواري بحفل زفافه غدا على الاستايليست دنيا عبد المعبود في احد الفنادق الكبرى بالعاصمه المصريه. ياتي زواج المخرج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن الفنانه غاده عادل منذ فتره طويله، وقد تداولت الكثير من الانباء التي تفيد بان الامر مجرد وقت فقط، وسيعود الزوجان مجدي الهواري وغادة عادل لبعضهما مرة أخرى، خاصة في ظل اعتراف الهواري المتكرر بحبه الشديد لغادة عادل. ولكن جاء خبر زواج مجدي من دينا ليضع حدا لهذه التكهنات. جدير بالذكر أن زيجة مجدي الهواري وغادة عادل قد استمرت ما يزيد عن 20 سنة حتى انفصالهما الذي جاء في عام 2018، وطبعا خلفوا زي ما قلت لكم 5 أولاد. فهي كانت على طول هو بيطلع يقول ان هو بيحبها وان هو عمره ما يرتبط باي زوجه غيرها، لغايه ما فجاه لقينا طالع يعلن ان فرحه النهارده وعامل فرح كبير يا جماعه على الممثله والستايلست دنيا عبد المعبود. طبعا الفنانه طلعت وكتبت الرساله اللي قلتها لكم في اول الفيديو. بصوا يا جماعه ساعات الواحد بيبقى معاه حاجات او يمتلك حاجات، لما الحاجات دي بتضيع منه ويحس ان هي خلاص ضاعت منه بيحس ان هو عايز يتمسك بيها زياده، بس خلاص بعد فوات الاول.
الموضوع التاني، موضوع نقل الفنانة مديحة حمدي للمستشفى وطلبت من الجمهور الدعاء لها. بص اقول لكم شوية تفاصيل. الفنانة اسمها مديحة محفوظ أحمد حمدي، ممثلة مصرية من مواليد 23 يوليو 1941، عندها بالظبط 82 سنة. كشفت الفنانة القديرة مديحة حمدي عن مرورها بأزمة صحية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء عبر حسابها على الفيسبوك والإنستجرام، وطلعت كتبت: اللهم أشفي، اللهم أشفي، سبحانك أنت الشافي، الحمد لله، دور شديد قوي، وبأمر الدكتور ألا أغادر سريري قبل انتهاء فترة العلاج تحسبا لأي انتكاسة، دعائكم ليا بظهر الغيب وجزاكم الله خيرا. طبعا مديحة حمدي من فنانات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية والإذاعية، ومن بين أعمالها الرحايا، حضرة المتهم أبي، ومسلسلات طبعا وأفلام كتير عملتها الفنانة مديحة حمدي. بص اللي حصل إن هي تعبت فترة، أو تعبت فجأة، جابت الدكتور كشف عليها قال لها أنت مش هينفع تسيبي السرير فترة لغاية ما أخلص فترة العلاج، بعد كده لو حصل أي مشكلة والعلاج بتاعك طول عن كده يبقى أنت عندك مشكلة، والمفروض إن أنت تروحي المستشفى تعملي شوية فحوصات وشوية أشعة. أتمنى منكم تدولها دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع التالت، اتخيلوا معايا كده تبقوا معزومين في فرح، وتروحوا لابسين ومتزوقين واخدين عيالكم وقرايبكم ورايحين الفرح تفرحوا مع العروسين، فجأة ترجعوا جثث، أو ترجعوا عندكم حالة تسمم. بسبب إيه؟ بسبب وجبة ترمس. وجبة ترمس في فرح في العياط نقلت أكتر من 180 شخص، والعدد في زيادة في حالة تسمم في المستشفى. أقول لكم تفاصيل الموضوع. كشف مصدر مسؤول عن حالة تسمم جماعي بحفل زفاف بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة. قال المصدر في تصريحات خاصة أن الحادث أسفر عن 180 حالة تسمم إثر تناولهم إحدى الأطعمة في أثناء حضورهم إحدى المناسبات حفل زفاف. وأضاف المصدر أن المصابين نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي للخضوع للعلاج الطبي اللازم، وتحرر المحضر بالواقع. ولسه يعني أنا بقول لكم 180 ولسه الأعداد في زيادة بسبب وجبة ترمس اتحطت لهم في الفرح. أكتر من 180 واحد في المستشفى في حالة تسمم، وفي منهم ناس ماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم تدعوا للمصابين بالشفاء العاجل، وتدعوا للناس اللي ماتت إن ربنا يرحمهم ويصبر أهليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. وقبل ما أقفل، تعليق امبارح جايلي على الفيديو والله لا أقراه، والله لا أقراه عشان أكسف صاحبة التعليق ده. بص طلع كاتبه لي ايه، مع اني رديت 50,000 مرة وقلت لكم يا جماعة انا زهقت من التعليقات السلبية. بص الفيديو اللي انا منزلاه امبارح، واحدة بتقول لي ايه، هو انت بتذيعي من الخرابة؟ بص اولا انا مش قاعدة في خرابة، وحتى لو قاعدة في خرابة عيب قوي ان انتوا تعايروا حد بالمكان اللي عايش فيه. وبعدين يا جماعة انا ده سطح، ده بيت، انا عندي شقه جوه زي ما قلت لكم، عندي الاضاءه فيها بتبقى ضعيفه شويه، فلو صورت لكم باضاءه ضعيفه هتشوفوا الفيديو مش هتحبوا ان انتوا تتفرجوا على الفيديو للاخر. فعشان كده انا بنقي مكان فيه اضاءه كويسه واصور فيه. المكان ده فين؟ المكان ده قدام شقتي، انا شقتي لجوه وقدامها سطح كبير، فانا بصور على السطح ده في اضاءه ربنا. بلاش بقى يا جماعه تعايروا الناس بالمكان اللي عايشين فيه، بجد بلاش، كفايه كفايه كده، كفايه التعليقات اللي بتحبطني وبتخليني مبقتش عايزه اعمل اي حاجه. كفايه يا جماعه كفايه، بجد بتخلوني ادخل في حاله اكتئاب. حسبي الله ونعم الوكيل.